يقدم لكم هذا البرنامج برعاية يوز. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية رامي. السلام عليكم، معكم ميستيريكس في حلقة جديدة من زوم. في الحلقة تاع اليوم راح نهضر تاني تاع البروغرام هضرت عليه ديجا من قبل، حب الملوك. اصبر سامر، اصبر اصبر. ما الخير يا اخو؟ عندي خبر واحد مازال ما سمع به. واش كاين؟ حب الملوك حبسوه. راك تمسخر بيا، هذا خبر واحد ما سمع به يا اخو. نعطيك لك زيفيتي هذه يا اخو، عندهم سمانة مليح حبسوه ودرجه. اكسكلوزيفيتي يا اخو، اكسكلوزيفيتي. ما حاش تهضر على ديتاي وعلاش حبسوه وعلاش رجعوه، هذه حاجة خطيتني. مي قلت لكم في الحلقة تاع زوم على حب الملوك باللي باسكو المجتمع التونسي والمجتمع الجزائري ماشي كيف كيف. المجتمع الجزائري والتونسي ماشي كيف كيف. راكم حابين نمد لكم دليل واحد اخر. راكم شايفين عائشه كي كانت تمشي مع صحاباتها، من بعد تلاقات مع صبري هذيك اللي زعما حاب يخطبها، واش قالها؟ تخيل عائشه انا وياكم عارسين نسكنوا في دار وحدنا، انت كهربا وانا كهربا، زو صغار، كلب باو باو. كلب باو باو، سمحوا لي، ما احنا عندنا كلب هاو هاو. باو باو هذه ما نعرفوهاش. باو باو باو. ايه عندك كلب تونسي؟ ايه، كيفاش عرفت؟ راهي باو باوي ماشي هاو هاوي. اه الله يبارك، ماما انا عندي قط تونسي دوك نوريهولك. هاوليك القط تاعي. ها هذا وي كاو كاوي شباب. باو باو باو. اختلاف ثقافات، ياك نبدا في الاختلافات ما نحبسوش. نزيد لكم اختلاف واحد اخر، خاوت عيشه عبالهم باللي كريم هو اللي خطف عيشه، عاودوا صدموا له وزين، صدموا له هكا. طير طير طير، هبط هبط، شد شد هبط. يا كريم يا كريم يا كريم يا كريم، هبط يا كريم يا كريم. سمعوا لي، احنا اللي في ميجان نشعلوهم في العراس، نشعلوهم كي تربح ليكيب ناسيونال، يعني جينيرالمون نشعلوهم كي يكونوا فرحانين، كي نزعفوا حاجه واحده اخرى. يا كريم اهبط اهبط كريم، اترك الموسى اترك الموسى، اهبط اهبط كريم، اهبط اهبط كريم، وش اللي حكى؟ اهبط اهبط كريم، اهبط كريم، اليوم انا حرقك كريم. سلام بالله. سامي وش راك دير يا اخو؟ دوك يحبسونا فوقان ايش هذا بالعنف؟ لا لا احنا خاطينا العنف، لا لا نعاودوها سكاتش هذا، خلاص نعاودوها بدون عنف. ها يا كريم ارواح كريم، ما نديك والو ارواح كريم 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 كاين واحد الكوميدي نحبو بزاف، احمد زيتوني، مي هو ماركيت بلي في الحلقات الاولى كان يكون باطي باش يهضر، يضارب باش يحط كلمة. هنا مهدرش، وهنا تانيك مهدرش، وهنا راح حب يهدر مي مهدرش، وهنا تاني مهدرش، وهنا راح يهدر راح يهدر او هدر. فهمني حتى الوقت ايش ما سمعناش. شوف زيتوني، لا سيكونس الاولى لازم تلعبها طري طري بيان باسكو طري زيمبورطون. وعندي فيها بزاف ديالوغ نقدر. عندك تبدا بالمدير يكون يهضر مع واحد الجورناليست. احنا سير نهضر مع المدير. لا ما تقعد تشوف برك نتايا. لا شوف. ومن بعد تجي واحد المراه، تجي واحد المراه هكذا رافدة التليفون في التصويره تاع كريم. احنا سير راح نهضر مع هذيك المراه. لا تقعد تشوف تتاريت تشوف من بعد. من بعد بدا عندك ايوه عندك تهدر مع كريم. فا واش نقول له هنايا؟ لا ما تقول له والو باسكو ما نسمعوكمش. حرك فمك برك هكا. تسمى تقعد بيا جايبني متزايل تونس باش انا نريح نشوفك ما نهضرش. تسمى انا ماشي بنادم. كاينه واحد لا سيكونس انا نسيتها. بصح ما تهضرش فيها تاني تاع اسمح لي. كوخ بلاصوي تهدر ومشي غير هدر غلط تاني. احمد زيتوني خدام في الوزين تاع بابات كريم، بابات كريم باش يعاقب وليده واش دار له؟ باباك عيط للديبانا الصباح وقال لهم رفدوا طوموبيل. زاد عيط للبنكه كوب عليك لاكارت. قال لك زاد دار؟ عيط للعساس قال له بالك تخليه يدخل الشركه. هنا كريم تخلع قال له بابا، واحمد واش رد له؟ بابا بابا ماشي باباك، باباه. ما فهمتش اسكو كاع يعيط له بابا في الوزين ولا احمد دارها بالعاني؟ بابا بابا اسمح لي برك، هنا واش قلت له بابا؟ قلت انا بالك نولي خو والحاج ولي بابا ولي عندي بزاف ديالوغ. مالا انا روحه.
في حبر ملوك كاين واحد لو بيرسوناج صبري هذا يستحيل باش نمشي نخطبه ولا نحط يدي في يد خوها هذاك اللي زرق لك عينك باش كامل زرق لك عينك الاخرى سمحوا لي مي نورمالمون هذا يخلص اكثر منهم كاع باسكو ما كاينش سيكونس ما تضربش فيها واذا ما تضربش يتبهدل واش بيك راك تبع فيا نحب واحد اخر انت دايرتك كيما خويا وقيل انت مهبول قلت لك ما نحبكش نحب واحد اخر ما عندكش كرامه هذا غير مهبول في الحومه يدور ويهرب للدار هما كفاو يحب دارنا بزاف الحكومه مرموه من فوق لا وحدي على بالكم هذا نيماجيني كيفاش داروا الكاستينغ على اي اساس قبلوه ما تقلقش دوك تجوز الكاستينغ كش ما تحب نجيب لك لا يعطيك الصحه شحال جونتي نتوما انت حدي لي كاستينغ لا محوش مش كون محوش دار كاستينغ سي بون كيفاش مش من الكاستينغ هذايا اوكي نبداو الو ملي حدا درت له كاستينغ صافا من اربع حلقات هذا ما زيدش اكسيو بلي هذا اربع حلقات بالك زوجه واي سي سا كاين دي كوميديان يضربوا نورمال دي كوميديان ما تقدرش تضربهم ما يلعبوا في دي سيتياسيون وين لازم ينضربوا كيما هنا في لا سيتياسيون يلعبها مرات اوجيت خو عائشه مع كريم جيت لعندي باش يجيك للدار تهضر يا ولدي ما تفهمنيش بالغالب حابني فهمك لا نادر جيت حبيت قابلك انت واش ساعه ساعه هو يبوكسي في الهواء اضربوه مورا دا قدامك على بالي بلي صاحبي قبيح فرجنا اوكي اتونسيون سيكونس 1 اي اكسيون كوبي 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 مورا دو شاك دير واش لا سيكونس هكذا نضربو جاني للدار ياك مكتوبه في الكونطرا ما لازمش تضربو حبيت باسينا ولا نسيت العرض نسيت تسمح لي ياه كيفاش ندير دبر راسك تصرف هاي اتونسيون غفي اي اكسيون اوكي سي كوبي عليه بون مليحه او جاني للدار جاني للدار يا اخي ما ديتوهاش راه مخلص تورنو سي بون ما تجيش تجي للدار هذاك مهبلني ما تجيش للدار ثاني الحلقه تاع اليوم نحب الملوك سي بون خلاص حبيت نوضح واحد الحاجه برك كانوا كاينين دي تكنيسيان الجيريان اللي خدموا في البروجي هذايا في تونس وقعدوا رمضان كامل وهما يتونسوا في تونس باسكو انا قلت بلي تكنيسيان كامل من تونس هذه هي لازم نصح المعلومه وحتى لي كوميديان تاعنا اللي راحوا تما يعطيكم الصحه كامل لعبوا طيطي طيبيه كان معكم مسيكس سلام سي كوبي ميرسي سامح على حلصه ها وجبت لك خبر اونيكس ليزيفيتي خو اها واش هو عاشور ما كانش هاد العام هادي واعرة اخو جديدة هادي جديدة حمالة بارمية واعرة اكسكلوزيفيتي برو ماكس بو 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 قدم لكم هذا البرنامج برعاية يوز قدم لكم هذا البرنامج برعاية رامي